أكبر الله أكبر هشام أكبر هشام أكبر صحابي حر هشام أكبر صحابي حر صحابي حر هشام المجيد تبون ما يخطبش بزاف لكن لما يخطب يتقبها هي عميها يخلي فيها والو وكل خطابات ديالو يدلوا على شخصيته يعبروا على شخصيته هذه هي شخصيته تبون ما عندوش لا كاريزما ولا هيبه ولا هيئه ما عنده حتى شيء اللي يخليك تحترمه كرئيس جمهورية كشخص بر كشخص ما هو جدير بالاحترام هلو نشوف هذه الخطابات ديالو اللي داروهم فيها مونتاج وشدوا نضحكوا أموان باش ما نموتوش بالقنطة الشيء اللي راهم دايرينه في بلادنا باش نساو شوية همومنا حاولي كلمتي في فلسطين 10 موتى 15 موتى 10 في النهار يوميا وراك تشوف لما يرمي عليه النار يضربوا في الراس 90% ينبال دون لاتات سيتادير يقتل بور توي ما تهدرش جايني انا كاع الناس اللي قال لها كاع الناس تغلبني انا غلبت طاختي طاختك روح شوف فيها بلاصه اخرى ماشي هنا جو سوميتري با سي شوز لا جزائر مستهدفة من كل جوانب لأن دولة ما تحبش الانبطاح والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح والمواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع ما بين الأمم هاد الشيء ما يساعدهمش قالها تبون الجزائري ما يحبش الانبطاح على هذا ما يحبش تبون لان تبون منبطح وهاي الصورة ما خرجش فيه الدعاية شوفوا كيفاش ينبط عاودي ماشي دعاية هاهو شفتو كيفاش يمشي على يديه ورجليه انبطاح تشمشتو رئيس دولة في أي بلاد يمشي هكذا سواء بعد ما كان رئيس ولا قبل ما يكون رئيس كما شفتوا ابعثوا لي رحم والديكم ما نزيدش نعتب التصويره هذه وما نزيدش نهضر على ابو كذيبه باللي راهو منبطح لا انبطح كبير ولا ربي يقدر الخير لبلادنا ربي يبعد عليها ولاد الحرام وربي يعجل برحيل هذه العصابه المجرمه السلام عليكم ورحمه الله هشام أكبر الله أكبر هشام أكبر هشام أكبر